نظم أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر مهرجانا للمانجو لإدخال البهجة والسرور على السياح من كل دول العالم، والذي لقى حالة من الاستحسان والبهجة بين النزلاء من مختلف الجنسيات. تم تنظيم مهرجان المانجو للموسم 12 على التوالي بعرض جميع أنواع المانجو، وكان من خلال بوفيه مفتوح، وتم عرضها بأشكال مختلفة مع امتزاجها بالحلوى المختلفة لإسعاد النزلاء على شاطئ البحر.